وفي مواكبة لآخر تطورات ملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد، زوز أسلحة اللي تم استعمالهم في عملية الاغتيال تم إلقائهم في البحر بمنطقة قريبة من العاصمة. هذا مكشف عنه اليوم هيئة الدفاع اللي قررت عرض جملة الإخلالات هذه على البرلمان. أكثر التفاصيل في التقرير الموالي. في متابعة الملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد، أكدت اليوم هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها مؤسسة شكري بالعيد المنهضة العنف أن السلاحين اللي تم استعمالهم في اغتيال الشهيد تم إلقائهم في البحر بمنطقة قريبة من العاصمة، وأن الهيئة قررت التوجه لمجلس نواب الشعب وتكوين لجنة برلمانية تنظر في الإخلالات الحاصلة في القضية. سلاح رموه في البحر ومشى لوج عليه، مشات فرقة أمنية تلوج عليه، قف انتهى تحبس غد. ما ثماش سويفي بعد شنو اللي صار. المحضر نفسه كي كان في ملف في قضيه شوف يتنحى بفعل فاعل، ما طارش وحده المحضر، عملش جوانه وطار، خرج وعبد من علاش قلت لجنه برلمانيه تحقق في اللي صاير. من جهه اخرى عبرت ارمله لطفي نقذ عن استغرابها من تصريحات رئيس الجمهوريه رغم انه كان يتابع بدقه كل تفاصيل الملف. نتمنى انه ماهوش تدخل، انا معاه كي قال نحن مع استقلاليه القضاء، لكن القضاء ناس تغلط وتنجم معناها تخطئ وتصيب، لكن بحكم انت المكلف الاول والاخير بتطبيق القانون في الدوله التونسيه، انا نتمنى انك يكون تدخلك خاصة في مثل هالخروقات هذه. الحكم الصادر في قضية لطفي نقد هي فضيحة قانونية، هي فضيحة على المستوى الوطني والدولي لأنها سيقع تداولها ووقع تداولها دوليا، هي فضيحة بالنسبة للقضاة. هذا وجدد عضو هيئة الدفاع علي كلثوم تمسكه بتحميل حركة النهضة وزير الداخلية السابق علي العريض مسؤولية الاغتيال وإخفاء حقائق في القضية.